لا شاريع لا كهرب بجبله مي ماكو ابدا مو برايم. وهذا انا هالغادية بتك فلوس ما عندي تروح على الطبيب. احنا ما لنا حال يابا، ما حد يداعي بينا ولا حد فطاننا ولا كعنا خلقاني ولا عبالك احنا عراقيين. الفضائي صلاح الدين مرسال دزيت واشيلهم حال العدايم يا حالي، مية جليب وقفرة دهن زيت وبس الله غفار يعلم بحالي. تشتي جنوبي من الحبل زاد مليت، ولا الحطب شقق جدايد ذيالي، وبشي بعبرة وبالعبرة تهجيت. تعباني حبيبي وما عندي غير الله وهو الشباش وهاي اسمها قفاك السلاجة، ما عندي غير رحمة الله. ماكو احسن من رحمة الله. اي والله عند رحمة الله. الله كريم. أعزائي المشاهدين تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وهذه الحلقة الجديدة من برنامج العائلة العراقية، برنامج بين الناس. حقيقة اليوم أنا وزميلي أيهم مناشدات كثيرة عبر إذاعة صلاح الدين FM، وأيضا الرسائل اللي تجي عبر الفضائية وبرنامج بين الناس عن الخدمات. والحقيقة الحلقة الماضية كانت عن موضوع الخدمات والأسعار والأسواق وشفتوها. أيضا أكو حقيقة بعض العوائل لحد هذه الساعة موجودة مهجرة، وأريد نفهم الحل، وأيضا بعض القضايا الأخرى. برنامج بين الناس أعزائي المشاهدين حقيقة يعني فتنويه بسيط أنه هذا البرنامج ما بي محدودية، يعني إحنا نروح مثلا إلى الدوائر الخدمية نشوف طريقة العمل، سياق العمل، أسلوب العمل، شلون يستقبلون المواطنين، الإجراءات اللي يتخذوها المواطن. مرات المواطن في قضاء الشرقاط، في بلد، في الدجيل، من خلال الشاشة يشوف آلية العمل يفرح الحقيقة. هذا احنا نريد نوصل الفكرة. اكو مثلا مسافر ما يقدر يجي بعيد، ما يقدر يوصل، ما عنده مبالغ، بس من يشوف عبر الشاشة تصير فد اجراء معين احنا حقيقة راح نفرح بها. لذلك الدوائر الخدمية، الامور اللي نزورها بالدوائر الخدمية يقدموها، هذه اللي نفرح بها. وكذلك زيارتنا للمناطق وللعوائل، مخيمات النازحين اللي احنا نتمنى ان شاء الله ان هذه المخيمات تنتهي ويرجعون العوائل وتفرح الناس برجوعهم الى وطنهم. اذا اعزائي المشاهدين راح نشوف وياكم حلقة، ومننا راح نبدي نصور لبرنامج بين الناس. بين الناس، بينكم، نبحث عن همومكم. نعمة حياة. اي والله. وأذاكم المي هسه. اي والله يا ابو ادانا. احنا حجي ان شاء الله راح نعرضها يشوفوها. نعم. يشوفون حالك ان شاء الله. وبلكي يسعفوك ان شاء الله. بلكي ان شاء الله. زين انت شايفه لابوك؟ شايفه تعرفه؟ لا والله ما شايف. ما شايفه؟ لا. قد عمرك انت؟ 4 سنين. هاي هسه شنو انت هنا حاطته؟ حاطته للبيع. هاي عند البيع. اي. وما حد يشتري، بس يدحزون عليهم يروحون يجلبونهم يروحون، ما حد يفعل يشتري. هاي على مود تطلع لي ايش كم فلس؟ على مود اطلع لي 1000 دينار وما حد يفعل يشتري. عدل المحتاج. نشارك افراحكم. نتقاسم احزانكم. زين ليش تبكي؟ ابكي؟ لان قهر بقلبه، يعني خدمته تعسل راحت ليش؟ يعني تلم الراتب عايش انا وجهالي، اهلي شو يريدون يصيرون داعم اهلي بين فتره وفتره يدسوني. نسعى لخدمتكم. احنا انا ذكرت قلت احنا بخدمه المواطن وخدمه المدير والمسؤول، نريد حل. الحل للساده الجدول، بس التزم للناس بالجدول هذا هو الحل الموجود. من كيفه؟
هذا هسه الكرسي له هدية له من مدعم بارك الله إن شاء الله. الله كريم تسلم. الله وعلي. بين الناس عطاؤنا عطاء. من ضمن يعني سياق عملنا من جينا للسوق ونشوف الحالة ووجهنا رسالة لمن يهم الأمر، حقيقة أكو عمارة تسكنها عوائل، يعني نسألهم منين شنو بقائهم هنا، ليش بقوا والناس رجعت، خلينا نشوفهم وياكم. تعالوا ويانا. هاي العمارة طبعا ناجدونا قبل فترة على مود الكهرباء، لأن الحقيقة هي أعتقد كانت محلات. يعني هاي هنا العوائل اللي تسكن، يعني احنا نريد نفهم شنو مصيرهم وين. انتم منين؟ احنا من الشرقاط. من يا مكان؟ من اصبر الاتجاه ذاك قفا المي. يعني يعني منين؟ من زديره؟ من صبح. من صبح؟ ايه. زين انتم هنا كم عائله بهاي العماره؟ عائله بس انا ورجلي وجهالي. لا لا العماره جميله. ها والله ما ادري بيها كثير. زين انتو المنطقة مالتكم ليش ما ترجعون بيها؟ والله ماكوش كل شي، لا شغل لا شي، هي رجلي يشتغل عامل وتان عيش غير. اي بس مو هذا مو حل، لان هسه هذه العمارة مثلا باكر عقبه مثل ما شيلوهم اللي بغير مكان راح يقولوهم يا بريد العمارة. احنا الان الوضع استقر، مثلا اني صاحب عمارة راح اقولهم يا با عمارتي اريدها. في يوم من الايام احنا قعدنا المهجرين ها ودين داخلهم منكم 75. ايه النوبه. ايه والله شو نسوي غير هناك كل شيء ماكو، ما رجعت العالم يعني على الديره ذي ما بيها كل شيء. يعني حد هاي الساعه ما بيها كل شيء، ما بيها ما حد رجع، كلها سعب الشرقاط. وزوجي شنو يشتغل عامل؟ العامل. احنا قبل فتره جوي علي على الفضائيه لان كهرباء ماكو. إيه. من انقطعت شلون عشتوها وديك الايام؟ والله هذا عايشين بهالحر، مي ماكو، يوميا نظن نقول بالليل عاد بالنهار بس البيهن بالليل. يعني هسه ماكو مي؟ يعني هسه اذا نفتح هاي ماكو؟ لا ماكو. ليش؟ ماكو. وهاي منا هيك تملون؟ ما يجينا مي. يعني اني هيك في قرارة نفسي، انتم قاعدين بعماره وب 75 ماي ما بيها، يعني اني والله هاي ما اعرف صح هو يعني يمكن يعني ما اعرف. أنا جيت أشوفكم حقيقة وأوصلها على من يهم الأمر على هذا الموضوع. إي والله. وأتمنى أن يساعدوكم لكم يعني. بس أنا اقتراحي غير أنه أنتم تطلعون من هذا المكان. وين نروح؟ أكو غير مكان نروح عليه؟ لا أنتم إذا مأجرين يعني ما، بس قصدي ماكو وسائل راحة للطفل وإلكم بيها. إي شو نسوي؟ هي هذول أطفالك؟ إيه. هذول؟ إيه. إيش كم بنية؟ هذول اثنين عندي. ان شاء الله وضعك زين. لا والله مريض يا استاذ، والله هاي رجلي هاي شوف. اي ما عندي حتى فلوس اروح اعالجها والله. هاي شوف انتوا هنا ايش قد عايشين؟ ايش كم نفر؟ احنا انا وبنتي ورجلها وجهالها خمس نفرات. اي يعني سته. وهذا المكان؟ والله هاي شوفني والله ابيع بربع دينار تعيش نفسي والله. كسر ما تقول لي يا استاذ. وها يومية يجون لا يطلعونا، يومية يجون اطلع اطلع، ما عندنا تان أجر. شنو اطلع انتم مو مأجريها بخمسة وسبعين؟ هسه راح يأجروها، كل من يجي يقول مالتي، كل من يجي يقول مالتي. وما كيف الواحد؟ ايه ما عاد. ايه كل من يقول هاي العمارة مالتي. ايه ايه. هسه انتم بما انه يأجرها ايه؟ يعني هاي صارت رسمي، هم انتم كنتوا قاعدين هيجي. ايه ايه. والله استاذ احنا عمرنا. انتوا وين كنتوا قبل؟ بالبيجي. احنا عمرناهن ونظفناهن الجراثيم هسه ماكلتنا والعقارب والله. ونقول زين ابو البيت ايش اشتغل؟ والله ما عم توفى. ما اعرف هسه هذا منا ايهم لو صور لي هذا طاعن، هذا باكر عقبه راح يرجع علينا المطر. زين هذا مخزن. لا هيان زين عندك حانوت؟ ها؟
احنا ان شاء الله راح اتواصل وياكم اني. هذا مطبخكم؟ ادري وين تنامون هنا؟ بس هنا وهذا المطبخ؟ يعني يعني انتم هسه تقدرون مثلا اذا قالكم اريد 100؟ لا والله ما نقدر. بس يعني شلون لعد؟ مو هي هاي المشكله. هسه انت هنا انت واطفالك وامك هناك مو؟ نعم يعني مساله ما اعرف يعني. ما عندنا يعني امكانيه. يوميا مثلا صار عندكم مشكله مقطوع الكهرباء، باكر عقبه راح ينزل عليكم المي مو؟ استاذ يقطعوا الواير علينا، نظل يعني والله للصبح نتقلب من الحر. يعني الاطفال وعماره الماء يقطعوا علينا، الكهرباء يعني بهدله، بس امكانيه ما عندنا حتى نروح ناجر، شو نسوي نتحمل؟ ابوي احنا نريد نشوف حالكم ونوصل الفكره لابو العماره للمعنيين يساعدون هاي العوائل، احنا بخدمتكم، بس انا اقترح يعني اقتراحي غير انه هاي العوائل اللي ما تستطيع يخلوها بمكان، يعني هسه انتم مثلا الزيوت ما تقدرون ترجعون. اتمنى يعني رجعوكم اليوم قبل باكر حتى تستقرون ان شاء الله. كنا قاعدين نجار يعني ما عندنا ملك هم نفس يعني لا لا هم هنا ما عندنا والله. لا هسه زوجي شوينه مريض عنده عمليه يعني اسمه انا كسا عينه واحده ما يشوف بيها، عنده سكر وصار بجنجر يقصوا. يعني شوف ايام حتى هذه باع مو رسميه لانهم ما عندهم، وعمارة متعبة جدا. طبعا هذه العمارة مقابل مشروع الدلة اللي هي بصف الفضائية والمصرف الرافدين بها 14 عائلة، يعني عانون. هاي تفضل، هذه كلها هاي. شوف هذا الواير، يعني هذا اي طفل لا سامح الله اي حتى شوف لي صور لي هاي العمارة. العمارة متعبة، عمارة منتهية، رشرام يغسلون بيها يرتبون بيها، بس ما هي متعبة يعني. وهاي العوائل المسكين يعني وش يسوي؟ يعني عوائل متعبة 14 عائلة تريد حل. يعني يقول لك احنا نريد نرجع بس اماكننا ماي ماكو، يروحون ياخذون يملون ماي من المحلات المقابيلهم، وهاي قدامكم المأساة. احنا مو شيء بس اكو اطفال اكو كبار سن زين. طبعا هاي المبردة يم ما بيها مي باوع، صور لي عيها شوف، والله هي بلا مي يابس. انت وزوجتك واطفالك؟ اي. زين شنو؟ ايش تشتغل؟ اشتغل عمالة. انتو منين؟ بيجي. من يا منطقة؟ حي العصري. بيجي حي العصري، لا اعتقد بيه البيجي الحي العصري يعني موجودين راجعين، ليش ما تروح؟ بيت مفلش القاع مهدم. ما عندي راس مال حتى ارجع ابني له غرفة واقعد. بيتك هو بيتك؟ بيتي ملك الحلالي. قدم التعويض؟ قدمت إلى ما عجزت وماكو ماكو، قاعد هنا ما أقدر أرجع. زين هسه شلون العمارة مثلا يريدها أبو العمارة؟ شلون راح يسوي؟ أو يفتح عليكم آجار جوز 100 جوز 150؟ والله إذا آجار أدبرها قوة قوة وأدفع له، ما عندي إمكانية. زين إذا قالكم وطلعوا؟ أشوف حالي. زين شلون انتوا هنا شلون هسه النسوان يقول شلون تجيبون مي؟ منين تجيبون مي؟ منين؟ من الشارع. تحملون مي تجيبون؟ اي والله الدباب يمشي. ايه؟ اي نجيب ونجي. هاي ظل 3 ايام 4 ايام يلا يجينا المي. ما اي صار لنا ايام ماكو مي. زين عندك ولد وبنيه؟ ايه. بيك انت شو دايخ؟ دايخ والله دايخ من ورا من ورا المعاملات دايخ. انت تشوفون فيلم هندي هاي الامور زين. دايخ من ورا المعاملات والله استاذ وليد. عنده معاملات مع شهداء. منو عندك؟ عندي اختي واخويا استشهدوا. وهاي المعاملات كل ما كملت كامل مكمل كل ما اقدمها على التعويضات يقول لك تعال انطيني نص من الفروقات يلا امشي لك اياها. زين. يعني أعزائي المشاهدين أنا بس أريد أوجه رسالة. أخته شهيدة وأخوه شهيد وهو عايش بهاي العامل، يعني هاي لو نعرضها على دول العالم هذا يريد حقوقه حتى يعيش هو وأطفاله. شنو حقوقه؟
بيته واقع بالبيجي يريد يرجع. احنا جينا نشوف العمارة نقول لهم يا ابي ليش ما ترجعون؟ زين يريد يرجع على وطنه. زين بيته واقع ما عنده فلس يشتغل عامل، ليش ما كمل تعويضه؟ هاي رسالة إلى السيد المحافظ، إلى المعنيين، إلى كل من يهم الأمر. برنامجنا يعني مو تشهير أخوان، بس دا يفوت على العوائل يشوفها. لا نخاف ولا نستحي. هذا الرجال مسكين فقير يشتغل عامل، يقول لك أني أريد يعني حقوقي وأخوي وأختي شهداء. زين أنت ما اشتكيت، ما قدمت عريضة، ما قلت له ما أنا عندي الشهداء، انت يعني انت مفضل علي. وقفت الشغله المعامله اخر شيء همرتها هي انا عندي موجوده بالبيت. اسمع هسه يعني عثر الباجي ما عندي 16 ورقه مال القرار. وين تعال شوفني يا هالمعامله. هذا المطبخ مالكم؟ وين انت تغديتوا؟ انتوا تغديتوا؟ يا عفو اعطيني اياها. كملها يعني استخبارات؟ كم كامل كامل امن وطني كلها كامل كل شيء ما عليها، بس انه على القرار وترفع للمؤسسه وتعال نعطينا نص من الفروقات وربع من الفروقات. هذه المعاملة رسالة إلى السيد مدير التعويضات والسيد المحافظ. هذا الرجل موجود بالعمارة، يسكن هذه العمارة، وأخو شهيد وأخته شهيد. شو وقت استشهدوا؟ استشهدوا تاريخ 2/2/2014 يعني قبل الأحداث. إيه بيجي استشهدوا بالمفخخة يم عيادة سينان بيجي استشهدوا. ان شاء الله احنا رسالتنا واضحة وان شاء الله ما نقصر، لانه احنا مرات مثلا اكو ناس ما تدري، اكو مسؤول ما يعرف، ان شاء الله نوصلها بكل امانة. وانت المفضل مثل ما قلت، وهاي معاملتك ان شاء الله بارك ايضا راح نتابعها باذن بارك الله بك. رحم الله على والديكم. احنا ان شاء الله بخدمتكم. آمين. يرحمهم يرحم ميتينا. تعال خلنا نقف هنا انا ونحكي. تعال هنا حجيه، تعال سولفي لي هنا. هنا هنا واقفين اربع جهال. تعال هنا هنا كل شيء ما عندنا. احكي لي انتم شنو اللي صار عندكم؟ والله بالموصل جتنا فخه وخضربتها الاربعه، ما ظل غير هذا وهذا وهذا وحده ابنيه. يعني العائله كلها بالسياره؟ لا والله وبالبيت. يعني سياره فخخت انهزم على الجيش. جتنا وضربتنا. شقد راحوا؟ اربعه. هيا هيا هيا
هاي شهادات الوفاة مالتها؟ اي نعم. الله يرحمه يتيمك أربعة ما عدنا بس رحمة الله والله راتب ما عدهم. يعني هاي مثلا هسه حقوقهم ما أخذتوهم؟ لا والله لياسة. ليش؟ لياسة مش كثر بالموصل ماتت غير بالمسرق والله. أدري ما يخالف مو هذول خطية هسه عندك مثلا الله يرحمه خالد وهذا أنس الطفل. لا تبكين أمي الله كريم صائب. هذا عندهم حقوق غير المفروض والله يجيب العالم والله من العالم والله من هذا والجار يجيب لنا. الله كريم ما عدنا بس رحمة الله والله يا أمي هذه الدمعة غالية علينا. هذه الدمعة اللي تنزل من أم يعني مسكينة غالية علينا بس لا حول ولا قوة. ان شاء الله الناس الخير تشوفكم. هذا الصغير هذا وهذا بس هذول الظل هذا هميني بالسياره مهم كان بالبيت. اي هذا وهذا هذول عندنا بدول اكلوا كبار لو احدهم قاعدين بغرفه فاتت عليهم. لا وضعكم شنو شلون عايشين؟ والله عايشين من العالم من العالم. اي والله ولا لا راتب ولا شيء ابد. ايش كم نفر هسه انتم هنا؟ احنا سبعه. أني هذول الجهال أربعة وأمهم خمسة وأني وبنتي. زين ما وزلمة ماكو؟ لا والله ما عدنا هيا نشتري. حجية إن شاء الله إحنا حقيقة جينا على هذا البيت الواقع هم راح لهم طفل فجتنا الحرمة دتباوع. إحنا نريد من الناس الخيرة وذول الشباب هم يقصرون عليكم إن شاء الله. يعني أنتوا تحت يعني أنتوا إن شاء الله إحنا ما ندري بيها بس الناس الخير ان شاء الله راح تباوع. الله يعافيك ويرضى عليك ان شاء الله والديك. لا عوفيها عوفيها. انت شنو انت عادي تعالي انت شنو انت تعاونيها شنو قرايبها؟ هاي بنتي جعده هم تصوبت. انت بنتك؟ هاي بنتك. انت هم بالسياره هم انت كنت قاعده؟ لا هم سياره مفخخه هم ضربت ايدي ورجلي داية اثنين ورجلي. شو وقت هذا الحكي بيا سنه؟ 11 سنة العالم أول ما طب الجيش علينا بالموصل بالبداية يعني بداية أول البداية ونزلنا تنهزم عن زعم على الجيش قبل ما انهزمنا جو يشتلونا. الله كريم الله كريم. احنا إن شاء الله راح نعرضها ويشوفوها الناس وإن شاء الله ما نقصر عليكم وهذا همين من الناس الزكي اشتريهم الجهال وإن شاء الله ما نقصر عليكم. والله احنا ان شاء الله ما نعوفكم ما طول احنا موجودين. الله يرضى عليك ان شاء الله ان شاء الله. الله يرضى عليك يرحم والديك علاج ان شاء الله خدمتكم. وانتم ايضا الشباب هم يعني لا تنسوهم. انت ايش بيه؟ والله جا معوق علي معوق علي كلاني عادي هم يعني احنا لازم هسه يعني نسوي حلقات هنا لان يعني كلكم تعبان اكيد صحيح بس هاي الشباب اللي انتم تعاونوهم للعوائل اللي ما عندها احد المقطعه الخيرين إن شاء الله موجودين نناشدهم من خلال هذه الشاشة وأتمنى تكون المساعدة لكل هاي العوائل. يلا في مال لا أمي لا تبكي ندعينا ندعينا وادعي للناس الله إن شاء الله يفرج عنا. آمين بجاه رب العالمين يفرج عنكم يا ربي. أعزائي المشاهدين إحنا الحقيقة مستمرين وياكم برنامج بين الناس وزيارة كل العوائل. لازم نخلي فقرة يعني نزور العوائل ونزور الناس المحتاجة. الحقيقة قبل فترة زرنا أحد العوائل في مدينة تكريت في منطقة الباشا ناشدة الخيرين بكرسي متحرك. الحقيقة ناشدنا الأخوان في صحة صلاح الدين كان المفروض يعني يجيبونا لكنه وعود
والناس الحمد لله استجابت للموضوع واشترينا كرسي متحرك، راح نشوفهم ونعمل لقاءات معاهم ونهدي لها هذا الكرسي المتحرك. أعزائي المشاهدين، الحقيقة أنا ذكرت في المقدمة وأيضا بزيارتنا لهذه العائلة، طبعا العائلة هي من تكريت والبيت مو بالمستوى المطلوب، هم الناس خيرة أجرتها لهم، لكن نريد الحقيقة نسعف هذه الحالة، وأنا هاي أيضا أوصلها الرسالة إلى أخوي نصر وأبو سيف رضا، بلكي نقدر نعمل لها فد بيت صغير حتى تقعد هي وأطفالها وولدها ان شاء الله. حجيه شلون عافيتك ان شاء الله؟ الله يسلمك بعد عمري يخليكم، والله ماكو صحه، صحه تعبانه. احنا من جيناك قبل فتره حكيتي لنا على الموضوع وقلتي وضعنا هيك والبيت، شافوك الخيرين وان شاء الله ما قصر. ما قصر، ونشكرك ونشكرهم ونشكر كل من يريد اي دور الصدقه ويدور الاجر، وبارك الله بيكم وبيهم. بس البيت لحد الان مو هو بالمستوى المطلوب، يعني شلون نقدر نسعف حالكم وضعكم؟ والله يا استاذ هو تدري اقع والزمان تعرف البيت ماله خلف الله عليه منطينا يا قاعد قاعدين بيه، هو الزمان يريد يفلش بس يشوف حالتي تعبانه يقول يا مش دحق عليك وين تروحين وانت الكاسره ظهري. هو يريد يفلش يعني هو اصلا من خطأ يريد يفلش الزلمه، والله والله قبل ما يطبون الدواء شوف يريد يفلش بس يشوف حالتي الشكل يقول لي ما ابقى قاعده بي. زين اكو اقتراح نقدر نسويه ويعاونونا يعني بعض الاخوه؟ مثل والله اذا تريد مثل اذا اكون تفدقاء انتم تقدرون تدبروا لي مثل شلون، ولا ما جماعه جوية قالوا على الشقق، قلت لهم والله الشقق انا بصراحه ما اريد الشقق. يعني على اساس اجار غير؟ لا قالوا الشقه، قالوا احنا من عندنا فزعه تقعدين بيها عادي. والله ما عندل وين، قلت لهم والله الشقه انا ما اريدها. زين هسه اذا نقترح مثلا يبنونش مثلا مثل هذه اللي سوينا لها قبل حلقتين ثلاثه، مقطع في مكان بيت غرفتين ثلاثه يم بيوت البعبيد عادي تقدرين يعني؟ اي عادي. ما عندي. تستقرين انتو كم نفر هسه؟ احنا هسه عينا ست نفرات. ست نفرات؟ اي نعم. ابنك وياك؟ اي نعم ابني وياي، ويوم ما يشتغل وعشرة ايام قاعد. شغل ماكو؟ والله الشغل ماكو يا استاذ وليد. هو شنو مخلص؟ شو مخلص؟ شو مخلص؟ مخلص الاول ابتدائي. لا يعرف يقرا ولا يكتب، الله يوقع على اعدام ويطلع. زين ما نشوف له شغله مثلا يعني حارس يعني بدائره؟ والله على واد اذا تقدر. على الاقل راتب 300 400 يشوفون اجر بيه وبهالاطفال وهاي مرته وهذول جهاله. كم طفل عنده؟ عنده اطفال اثنين. نعم. وهذه مرته. احنا ان شاء الله نحاول، وايضا هاي دعوه لاخوي ابو سيف والنصر، واشكركم كلكم حتى بلكي نبني لك بيت لان الوضع حيل، وضع البيت تعبان يعني. وبارك الله بيكم ونشكركم اخواني، وهاي هذا الكرسي المتحرك الناس تبرعت به، طونا فلوس رحنا اشتريناه حتى تقعدين بعد تخلصين. هاي المرجيه من عندكم، انا كثير كثير اشكرك. وعدتش والحمد لله. تسلم. شويه تاخرنا عليك. تسلم لي بعد عمري، بارك الله بيك خي. خلينا نشوفه حتى الان.
هاي كرسي متحرك. تسلم، بارك الله بيكم ونشكركم اخوان، وهاي المساعده ما تنسي. هاي للناس الخيره اللي بيكم ان شاء الله، وينطق كل ناس ان شاء الله السعب هالشغله هذه مالتنا. هاي انت حتى حركتش. بارك الله بيكم. والله اريد انزل على السوق بنفسي اخذ لي حاجه، ما اقدر، ما اسيطر على الباب اقعد، بعد ما اقدر امشي. اها، وانا ما اعرف شلون ارد لكم الجميل على كل من سعب هاي الشغله. يعني محمد لو تجي تصور لي هاي الغرفه، شوف يعني هاي الغرفة ما بيها متر بمتر، مترين، شوف يعني مترين بمترين هاي الغرفة. يعني هاي أعزائي المشاهدين ينامون بيها، هاي حالتهم البسيطة، وهذا فراشهم، وهاي وضعيتهم. زين، حتى المجمدة بس بيها خبز. أنا من صورتكم قبل فترة. أي والله. تعالي جا عالشمس. من صورتك كانت وياك طفلة. إي ماتت خطية، يعني تقريبا هو بالليل الساعة ب 12 صارت عندها حرارة، ها أحط لها من الكمادات عصر ما يفيد، أشوف الفجر طلع قبل ما طلعت الشمس، يعني قدت حديد، شلون حديدة قدت، قامت قمت تصيح يابا شلون؟ ما عندي فلوس، ما عندي فلوس خل أوديها. تدري إيش كثر خسرني عليها؟ والله خسرني عليها مليون. خسرني عليها مليون، والله العظيم، والله شاهد، وحق هذا الله، وحق هذا الله. يعني كل النهار، كل خميس اروح على قبرها ابكي، والله ما عندي غير بس ثلاث بنات وولد، ما عندي احد. وشوف جاعد بيت باجار امي، ما عندي، ابو البيت يجي علي صيح قد ما عندي. ايش قد انت ماجره؟ والله 100، والله ومنين اجيب ال 100؟ 100 ما يعني تعرف، اطفال يريدون ثلاجه، جاهم الصيف يشربون مي بارد، يلحقك اجر الله ينطيك. كل ما اشوفك بالتلفزيون تطلع بالتلفزيون، والله يعني اقول هذا وليد المدينه. هاك هاك هسه هذا هم اخذي لهم مصرف لهم. عافية الله ينطيك. انا ما جبت هنا كرسي للحجية. جزاك خير، الله يجيكم هم. تعالي جاي هنا، تعال هم راح اجيب للمنطقه هنا، راح اجي ازوركم. بكن بطانيات، بكن بطانيات، بكن فرش تجيب لي، الدواشق تجيب، منام، ما عندنا كل شيء، والله العظيم ما عندي كلام، والله واحلف لك ايش كثر ادعي لك. هذه الدجاجات جبت لي، ايش كثر ادعي لك، والله ادعي لك، قلت يا الله يحفظه، ان شاء الله الله ان شاء الله يوصله للخير، والله ينطيك، والله رحم الله عليه. زور هاي العوائل النوبه مره ثانيه كلها راح ازيرها ان شاء الله. وليد خطيه، هذول الاطفال يصحون ماما شلون قاعدين باجار، يعني منين منين؟ ما عندي فلوس، وبنتي ماتت عمرها 5 سنين، اودي بها راجع بها المستشفى، اوديها ما تطيب، عندها تاتر ربو وتضخم وفتق بالقلب، عجز بالقلب، ما طيب. اشو الفجر يعني صبحت حديد، شلون الحديد قامت معتقه. صار صار ان شاء الله اني اجيكم بالليل، يعني يرحمها الله، وان شاء الله همني ما نقصر عليك ان شاء الله. اي والله. Thank you.
أعزائي المشاهدين مرحبا بكم مرة أخرى. الحقيقة تزامنا مع احتفالات عيد الأضحى المبارك حضرنا اليوم إلى جامع حردان عبد الغفار اللي افتتح مؤخرا أحد الدورات القرآنية للذكور والإناث. حقيقة نفرح من نشوف زهورنا وأطفالنا وأحبابنا يعني بهذا العمر الجميل وهم يتخرجون من هكذا دورات. الحقيقة كانت فرحة لعيد الأضحى المبارك وأيضا حضورنا أنا وزميلي أيهم لتخرج هذه الدورة. تعالوا ويانا راح نشوف لقطات من هذا الاحتفال لتخرج الدورة القرآنية. إن رب العالمين يذكر لنا القرآن الكريم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن خير ما يتعلمه الإنسان هو القرآن، فيقول عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهاي أمانة عندنا لما نسوي هذه الدورات القرآنية الصيفية لحتى يرتبط الطفل بكتاب الله العزيز المنزل على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن الذي فيه كل شيء، حتى أن هذا القرآن الكريم يتعلم الإنسان منه اللغة العربية ويتعلم منه القصص، لأن القرآن الكريم قد حوى وجمع الكون كله. فالقرآن كون مسطور والكون هو قرآن مسطور. وهذه دعوة لأئمة المساجد اللي يقيمون الدورات الصيفية أن لا يقطعوا الدورات الصيفية، لأن التلميذ التعاليم تعلمها بالدورة الصيفية من راح يطلع شهر زمان راح ينساها كلها. فإحنا ندعو يوم بالأسبوع يوم سبت يوم عطلة حتى لا نأثر على المدارس أيضا، لأن إحنا ما راح نأثر ولا نكلفهم بحفظ، فقط يجي على الجامع نعطي أحكام تلاوة تعاليم دينية صلاة. إحنا نريد يرتبط الطالب في المسجد، نريد أن يتخلى من نفايات الشارع وما يفرزه الشارع من أمراض وشوائب تؤثر على شخصيته وسلوكه، ونريد أن نهذب هذا السلوك ونجعله سلوكا يقام على المبادئ الإسلامية الشريفة الطيبة الوسطية. اسمه صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب.
بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن قالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان الهاشمي القريشي. صلوا عليه. أسماؤه صلى الله عليه وسلم محمد أحمد الحاشر الماحي العاقب نبي رحمة صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه. أولاده من الذكور صلى الله عليه وسلم هم القاسم وعبد الله وإبراهيم. صلوا عليه. أولاده من الإناث صلى الله عليه وسلم هن زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة الزهراء رضي الله عنهم جميعا. حملوا على أكتافهم أحلامهم يبنون صرحا بالتقى مزدانا لبناته اكتملت بحفظ كتابهم كالنور حين يتم بدر سمانا. يا ختمة القرآن أهلا مرحبا آن الأوان لتكمل البنيان. جهد تنوء به الجبال تصدعا وتفيض منه قلوبنا عرفانا. غرد يا شمل الإيمان غرد واستقبل القرآن. غرد يا شمل الإيمان غرد واستقبل القرآن. فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. أنا مصحف يمشي وإسلام يرى. أنا نفحة علوية فوق الثرى. الكون لي ولشدة قد سخر. ولمن أنا أنا الليل خلق المرى. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أبي وأمي يا ربنا لدى الكرم يا واهب الكل النعم. هذا أبي نعم الأب وأمنا قد تتعب. باركهما يا ربنا واحفظهما دوما لنا. الجميع إن شاء الله احنا ما نقدر نخليهم هذا الفراغ بالعطلة. ها يلتهون بالانترنتات وبالكذا وبالهذا يتعلم القرآن واللغة العربية. فاتفقنا أنا والملا والشيخ والدكتور محمد أنه نجمعهم من هؤلاء الشباب بالعطلة ونوجههم إلى الدين الصحيح وإلى التوجيه وإلى الصلاة وإلى الوضوء شلون حتى ليلتهم بالبوبجي وهالقضايا هذه وتلهيهم. فغيد نبني من هم براعم هم أصغار يعني من يكبرون راح يتعلمون تدخل بهم فكرة الدين والقراءة القرآن وهالأمور هذه. هجي أيضا أكو إناث أكثر قلت لي. أي الإناث أصبح أكثر من الشباب وإحنا اشتغلنا لهم هدايا وكسوة العيد كلهم فرحناهم قبل الدورة وكانت نسبة البنات أكثر من نسبة الأولاد. وهسه حاليا من نخرجهم جونا بقد هود الأعداد يغدون يسجلون ونشافوا هذه الاحتفاليات وهذا التعلوم وهذا هذا الترتيب والتوجيه. فها هسه حوالي 85 طالب عندنا وكلهم صغار من اعمار 6 سنوات الى اعمار تقريبا 12 سنه. غرد يا شمل الايمان غرد واستقبل القران. غرد يا شمل الايمان غرد واستقبل القران. غرد يا شمل الايمان غرد واستقبل القران. تو مستقيم التوس لا فان تسويه تصف من تمام الصلاه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا صراطا مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا.
كف أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. كان ما احنا تقول ان احنا ابن عمت عافت واخذ غيرت. وكان اقول له ايوان هيني بلام وعرفت ما خذت لي. مبارك عليك العرس والحوف واليأس مانيها. تقضي لي على العرس وحاتفك فيها. روح الهلك يا بعد روح كل من حتالك تذب انت اعمال جيت اشوفك وارجع لبيتي صبري على الله الكتب وياك جديتي هذا قال دحد احنا همشي العجوز اجل هي زينة علي خير منهن كلهن اي عافية اي والله مدللتني والله دلال عافية خير من بنوتها علي اي والله وليدي احنا هذا اللي نريده حتى يديرون بال على مريه كبيره المريضه الحيل زين من زمان انا استحمد واشكر الله من شفتك بارك الله بيك ورحم الله والديك واجرك الله يخلي الطيبين ان شاء الله بارك الله بيك يا وليدي ورحم الله والديك ارمله وما عندك وش ومهجره اليوم من السقوط لحد الان ادفع اجار قاعده ما عندك ان شاء الله ذاك لا عندي فوق ولا جوال هذا ما هل ما جود انا احنا ان شاء الله ولدك وتدلل ما تقصرون ان شاء الله عمرين هاي اكثر من جايين يجي حتى نشوف الله كريم يشوفكم العافيه ويطول عماركم والله هالشوفت عمى والقاه ذاك خليكم الله يحفظكم يعطيكم العافيه والعمر ان شاء الله Thank you.
يبقى هذا البرنامج الحقيقة بصمة جميلة لكل أهلنا في صلاح الدين. أرقامنا موجودة، إحنا موجودين، نعالج كل القضايا السلبية، لكن ما ننسى العوائل الفقيرة، وما ننسى أنه يكون هواتفنا مفتوحة لكل الاتصالات دائما مع المواطن، وهم المواطن، مناشدة المواطن من خلال برنامج بين الناس. بنهاية البرنامج أشكر زملائي أيهم فارس ومحمد خطاب، ألتقيكم في حلقة جديدة، أستودعكم الله وإلى اللقاء. لا شارع، لا كهرب، بجبله مي ماكو، ابدا مو برايم. وهذا انا هالغاليه بتك فلوس ما عندي تروح على الطبيب. احنا ما لنا حال يابا، ما حد يداعي بينا ولا حد فطاننا ولا كعنا خلقاني ولا عبالك احنا عراقيين. الفضائل صلاح الدين مرسال دزيت واشتيلهم حال العدايم يا حالي، ميه جليب وقفره دهن زيت، وبس الله غفار يعلم بحالي. تشتي جنوبي من الحبل زاد مليت، ولا الحطب شقق جدايد ذيالي، وبشي بعبره وبعبره تهجيت. تعبان يا حبيبي، وما عندي غير الله وهي الشباك وهي اسمها قباك الثلاجه، ما عندي غير رحمه الله. ماكو احسن من الرحمه. اي والله عندي رحمه الله، الله كريم. Thank you.